اطلع اطلع خلاص بلاش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامين ثم اما بعد. موضوع حلقه اليوم عن التفسير الاحلام والتحليل النفسي لها. ما الفرق بين تفسير الاحلام والتحليل النفسي للاحلام؟ التفسير الاحلام هو معرفه ما يدور فيه الحلم الانسان من افكار واعتقادات وافكار. اما التحليل النفسي للاحلام هو معرفه سلوك الانسان. طيب ما هي الاحلام هي كل ما يراه الانسان وهو نائم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرؤى على ثلاث رؤيا من الله يراها الشخص او ترى له حلم من الشيطان حديث النفس كيف نفرق بين الاحلام والرؤى وحديث النفس الرؤى ما كان لها دليلا من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التفسير ولها رموز لا يعرفها غير المعبر اما الحلم من الشيطان ما رواه البخاري ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد رايت راسي قطعت وانا امشي وراءها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبر عن تلاعب الشيطان بك واما حديث النفس هو ما يفكر فيه الانسان فيحلم به ربما انسان يغلب على تفكيره امرا من امور الدنيا ثم لا يجد حلا غير ان يعمل عمليه تنفيس نفسي عن طريق الحلم طب نبدا نشوف هل الاحلام دي علم يعلم او موهبه؟ الموهبه في ذاتها لا تفيد في تفسير الاحلام ولكن تساعد على فهم العلم لقول الحق سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما اذن تفسير الاحلام علم هذا العلم جميع الجامعات الخارجيه والعالميه تقوم بدراسه الاحلام لمعرفه شخصيه الانسان ومن الجامعات التي قامت بذلك جامعه اكسفورد ببريطانيا وتوفر الدوريات العلميه والمجلات العلميه الخاصة بالأحلام ومحتواها فيما يسمى المينيفست دريم طب هل عملية الأحلام لما عرفنا أن هي علم ودراسة تحتاج أي نوع من الدراسة دراسة الأحلام أو تفسير الأحلام بيحتاج علمين قريبين من بعض أول حاجة دراسة اللاشعور الجمعي الرمز الديني في الأديان السماوية في السنة والقرآن والتوراة والإنجيل ومعرفه الرمز ومدارس التحليل النفسي لان الاحلام من احدى مكونات مدارس التحليل النفسي في تفسير الشخصيه لان مدرسه التحليل النفسي الخاصه بسيجموند فرويد كانت تعتمد على زلات القلم واخطاء اللسان وفلتات اللسان وتعتمد على الاحلام في معرفه شخصيه الانسان فيمكن للإنسان من الحلم أن يعرف حالته النفسية وحالته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأمراض النفسية التي يعاني منها ولذا خلينا الحلقة بين قوسين التحليل النفسي للأحلام يعني معرفة سلوكيات الحالم التي يقوم بها في حياته اليومية موقف عاوزين نشوف آه إيه هي الكوابيس وطبيعه الكوابيس وكيف تحدث الكابوس عند علماء النفس وعند الطب النفسي يقول لك هو عباره عن اخلاط تحدث للانسان فتسبب له الانزعاج عند النوم بسبب ربما اضطراب في الدوره الدمويه او ربما يحدثها بمجموعه من الاكلات المختلفه كل هذه الاشياء لا تفيد سوى كلام ليس له دليل اما في الشريعه الاسلاميه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفضه ثلاثا، يعني الواجب الشرعي على كل مسلم لما يجي ينام بينفض السر ثلاث مرات، اعوذ بالله من اعوذ بالله من لما يا رسول الله؟ فانه لا يدري من خلفه عليه، يعني ربما يكون شيطان نائم على مكان الانسان فاوصى رسول الله بضرب الفراش ثلاثا مع كل مره تقول اعوذ بالله من الشراجيم ولتقرا خواتيم البقره امن الرسول بما انزل اليه قال رسول الله من قراها في ليله كفتاه يعني كفتاه او اي شر وآيه الكرسي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرا آيه الكرسي ما زال عليه من الله حافظ حتى يصبح او يقرا الفاتحه لحديث ابي سعيد الخدري الذي رقى بها اللديغ الذي لدغ من العقرب فشفاه الله فقال له رسول الله وما أدراك أنها رقية قال يا رسول الله شيء ألقي في روعي فقال اضربوا معي, آه معي فيها بس إذا عشان قبل النوم بعمل وتحاشى فكرة الكوابيس بضرب على السرير ثلاث مرات وبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ آية الكرسي أو الفاتحة أو آه خواتيم سورة البقرة أو أقرأ المعوذات اللي هي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس لحديث عقبة بن نافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة عليك بقراءة المعوذات وأنت قائم وأنت نائم وأنت يقظان فوالله ما استعاذ بمثلهن أحد. نقف عند النقطة دي، طب نشوف الأحلام وموقف نبي الله يوسف عليه السلام منها بداية الحلم الأول الذي رآه نبي الله يوسف قال يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أول نقطة عاوزين نتعلمها رموز الحلم الشمس تدل على نبي الله يعقوب والقمر يدل على أمه أو خالته لأن أمه قد ماتت وتزوج من بعدها يعقوب خالته والكوكب يرمز الى اخوه يوسف فهذه الرؤيه قد راها يوسف ان ابوه وامه او خالته واخوته الاحدى عشر سوف يخضعون له ويسجدون سجود الخضوع عندما يرزقه الله حكما وعلما ويجعله عزيزا في مصر الفرق بين هذه الرؤيه وت وتحقيقها كان اربعون سنه يبقى اللي يشوف رؤيه يقول لي عاوز احققها الحلم اما ان يفسر لك حاضر انت تعيشه او يوضح لك ماضي انت عشته او يتنبا لك بمستقبل يمكن ان يحدث طب ما هي فوائد الاحلام فوائد الاحلام انها عباره عن تنفيس نفسي للانسان حتى لا يقع تحت تاثير الامراض النفسيه والمقوله المشهوره لو بطلنا نحلم نموت فالاحلام اما احلام يقظه واما احلام مناميه والصمام الامان لاي انسان الاحلام المناميه. طب عاوزين نقف شويه مع سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف شاف الرؤيا وهو عنده عيل ست سنين اتفسرت بعد ما يقرب من 45 سنه وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فالمعبرون خذوا من هذه القصه أن تفسير الأحلام بين أن تقول الرؤيا وأن تفسر لها 40 سنة ليه؟ استفادوا من قصة يوسف عليه السلام طب بعض المواضيع اللي الناس بتسيرها في برامج تفسير الأحلام أو بعض المفسرين يقول لك لو شفت حلم وحش ما تقولوش أو لو الحلم وحش تفسيره ما تقولوش طب نجيب مثال جاء صاحبي السجن إلى يوسف عليه السلام فقال أحدهما أما أنا فأسقي ربي خمرًا ربه يعني رب البلد يعني الحاكم والسلطان والخمر ما بيتسقيش الخمره دي اللي هو العنب كان يطلق فاسمه مجاز مرسل علاقته ما سيقول عليه والاخر قال له, قال له انني شفت في الرؤيا انني مصلوب وعلى راسي خبز والطير تاخذ منه فماذا قال يوسف عليه السلام قال اما احدهما فيسقي ربه خمرة يعني اللي شاف رؤيه ان بيسقي سيده الخمر او بيعطيه العنب ياكله او يشربه معناه أن سوف يفرج الله همه وقربه ويصل إلى الحاكم وقد تنفذت هذه الرؤية وتعتبر رؤية تنبؤية في حق السجين وفي حق يوسف عليه السلام ثم جاء الآخر وقال لقد رأيت على رأسي خبزا والطير تأكل منه قال ستصلب يعني انت حتموت مصلوب ونهايتك بشعة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يستنبط من هذه القصة أنه يجوز للحالم أن يرى الرؤيا السوء ويقصها على المعبر والمعبر يرد عليه بالرد الذي يتناسب معه ليه؟ لأن ما ينفعش في الأحلام مجملة لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة من يكذب في الأحلام قال رسول الله من تحلم بشيء لم تره عينه كلف يوم القيامه ان يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد والحق ايوه فندم. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عزيزي حضرتك عندي حلمين صغيرين. اتفضلي يا هانم. اول حلم حلمت ان احنا عندنا جاموسه كبيره كده وضخمه يعني تخينه. ودونها ودونها اسود. وولادي ماسكينها. ده اول حلم. ماشي انا طيب حلمت حلمت اختي عندها مناسبه طب خلينا في الحلم الاولاني يا محمد بس لو سمحتي الجاموسه قال الله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فالجاموسة أو البقرة بترمز للمرأة إذا كانت جاموسة سوداء قوية فهي امرأة متسلطة في البيت طب لو اجتمع عليها رجال البيت يعني ربما يجتمعوا تحت قيادتها او يجتمعوا ليصدوها عن هذا الك... عن هذا الفعل او عن قياده الامور. اتفضلي يا فندم. الحلم الثاني حلم عندها مناسبه بتذبح الحمام الزغليز ده ابن الحمام يذبح بتذبحي حمام ده. مثلا؟ اه اه اولاد الحمام الزغليز تمام الطيور <applause> الطيور ترمز الى الاطفال فاذا كان هناك ذبح للاطفال او ذبح للطيور معناه اهمال فكره الانجاب او اهمال اولاد البيت وعدم الاهتمام بهم في بعض الامور التربويه الخاصه داخل المسجد البيت وصلت الفكره يا هاني بعد كده يوسف عليه السلام آه لما فسر للراجل الرؤية قال له اللي انت هتموت هل هذا يجوز فيه التلاعب؟ لا يجوز طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية على قدم طائر اذا فسرت وقعت معناها ان المعبر الذي يفسر الاحلام اذا قال شيئا صادقا موافق لما كتبه الله في اللوح المحفوظ يقع كما هو اما اذا كذب فسيقع ما قدر الله ايضا في اللوح المحفوظ يبقى الفكره ما فيش في الاحلام بشروا بشروا لا ده في بشروا وانذروا انا ارسلناك مبشرا ونذيرا هذا امر الحلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه جزء من سته واربعين جزءا من النبوه وفي روايه من خمسة وعشرين جزءا من النبوة والرؤيا لم يبق من النبوة إلا المبشرات قال وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الشخص أو ترى له تفضلي يا ابو محمد ممكن اقول رؤيتي اتفضلي يا هاني وعلي صوتك لو تكرمتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا سلمت خير الله يجعله خير إن أنا كنت جاي من مشوار ولقيت في الـ في اللي كنت فيه ده خشبة طويلة كده زي عود القصب. لقيتي يا, طلعت يا في حاجة ما سمعتهاش بس إيه اللي حضرتك حلمتي الأول؟ وأنا كنت جاية من مشوار. من مشوار كنت آه. وكنت جاية من مشوار فوأنا جاية لقيت خشب طويلة كده فطلعت إيه زي عود القصب بس ناشف قلت سواء رحت جايباها وانا ورحت جايباها وانا جاي جايه تمام جاية جبت طبعا من ايديا لقيت المفاتيح بتاع الباب بتاعي ايه. محطوطه قدام البيت كنت مفاتيح البيت في ايديا كانوا بيقولوا ايه اللي طلع كده ورماها قدام البيت انا رحت حط قلب الباب ورحت ايه فتح فتح معايا السويس ودخلت وخدت المفاتيح بتاعت البيت وانا ده شايفين انت بيت جدا تسلم مفاتيح الباب على البيت اللي وقعت في دخلتوا الصوت يا بس يوضحي صوت حضرتك لان انا في استديو فمش سامعك حلو انما اللي وصلتني اللي انت شفتي خشبه في الشارع مسكتيها وبعدين لقيتي مفاتيح وفتحت الباب ده اللي وصل اللي وصلني لحضرتك اه لقيت بقى باب المفاتيح بتاع الباب البيت بتاعتي معمية قدام باب البيت تمام يا فندم انا رحت إيش إيوه. ايه شايله بقول ايه وهي قالت الله كده انا رحت مرطية عليها ورحت واخداها ما فتحتش الحقيقي حاضر يا فندم اولا الخشب ربما رجل منافق تعتمد عليه لقول الحق سبحانه وتعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم كانهم خشب مسنده فالخشب رمز للرجل المنافق الذي تعتمد عليه في حياتك ايا كان سواء وكلمه منافق تطلق على كل من فعل شيئا اذا حدث كذب اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان اذا خصم فجر سواء كان أحد الأقارب أو زوجة أو ما شابه ذلك طب لو شفت المفاتيح في الرؤيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض يعني معك أبواب رزق كثيرة فإذا فتحت بها الأبواب حاولي ألا تفتني بمثل هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا لما أنت تفتح لك الباب دلالة على الخير لما أنت تفتحي الباب دلالة على الشر يبقى اذا ففتحنا عليهم ابواب السماء بماء منهمر ده في العذاب اذا فتح لو انا اللي بفتح ديت مصيبه جايه لو انا اللي بيتفتح لي خير جاي لي لان انا فتحنا لك النبي لم يفتح ولكن فتح له ولذلك الاصول الناس لما تيجي تسمع شيخ بيقرا قران ما تقولوش فتح الله عليك يا شيخنا انت بتدعي عليه بالمصايب تقول فتح الله لك لان الله يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا والله تعالى اعلى واعلم. نكمل نبي الله يوسف لما شاف هذه الاحلام لما قصت عليه هذه الاحلام كان رد نبي الله يوسف واضح جليا ليس فيه مجامله وليس فيه كما يقول البعض بشروا ولا تنفروا ولكن قال للرجل ستقتل ولم يكذب نبي الله يوسف عليه السلام. الجزئية الثانية في تفسير الأحلام أحيانا بيكون في ذات الحلم الواحد رمزين لمعنى واحد. الحلم اللي شافه عزيز مصر، النقطة دي مهمة. عزيز مصر لم يكن يؤمن بالإسلام. إذا الرؤية التنبؤية يمكن أن يراها غير المسلم والمسلم ويراها عفوا اللي نايم على جنابة واللي نايم على طهارة واللي نايم على غير طهارة. لأن الرجل بيقول له إني أرى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات فلما نيجي ننظر لتحليل الحلم السبع بقرات السمان سبع سنين خير بيساووا في نفس الرمز سبع سنبلات خضر يبقى هنا استخدم العزيز او القران الكريم رمزين لمعنى واحد استخدم رمز السبع سنين السبع سنبلات الخضر والسبع بقرات سمان وعلى المقابل والنقيض استخدم سبع سنبلات يابسات واخرى يابسات دي سنين العجاف واستخدم سبع بقرات عجاف يبقى استخدم للرم... للرمز الواحد اللي هو رمزين استخدم رمزين في معنى واحد يبقى البقر العجاف والحب اليابس رمز لسنين العجاف التي مرت بها مصر طب قال لك ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس العام يطلق على كل خير انما السنه تطلق على كل شر ولذلك يجب علينا ان نقول كل عام وانتم بخير ما نقولش كل سنه وانتم بخير وصل المعنى؟ نشوف بعض الاحلام التي وصلت الينا عن طريق صفحه البرنامج في واحد بيقول حلمت إن الشمس والقمر في شجار وعراق وبعض الكواكب مع القمر ومرة ينتصر القمر ومرة ينتصر الشمس. احنا قلنا في أول الحلقة إن الشمس رمز للأب والقمر رمز للأم والكواكب رمز الأخوة. فلعلها مشاكل في البيت العائلية فأحياناً الأبناء بيندمجوا مع الأب ويكونوا في صف أبوهم فينتصر ويكون أحياناً الأبناء مع الأم في صف أمهم وتنتصر. الحلم الثاني حلمت انني اشرب اناء من الخمر روى الامام البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام لما جاءه جاءه النبي جاء لجبريل في حادثه المعراج وقال له لقد رايت اناء من خمر واناء من ماء فقال لو شربت الخمر غوت أمتك ولو شربت الماء إنما اللبن أخذت الفطرة فكانت الفطرة للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب اللبن رمز للفطرة النبوية وتعلم علم الدين إن شاء الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن في يدي قدح من لبن فشربته ثم, جاء ثم أعطيت فضلي أبو هريرة فقالوا ما أولته يا رسول الله قال اولته العلم بالدين الحلم اللي بعد كده حلمت انني اعوم العوم في الرؤيا بيدل على الحياه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فالماء رمز الحياه والحديث الذي قاله النبي لما شرب شربه ماء الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاج بذنوبنا فهنا ننظر لو اني بعوم مع الموجه ماشي مع طيار الناس لو اني بعوم ضد الموجه ماشي عكس الناس لو بعوم في ميه مالحه اعيش في حياه كلها ذنوب ومعاصي لو بعوم في ميه عذبه اعيش في حياه كلها طاعه لو بغرق في ميه عذبه عايش في حياه كلها طاعه لله لو بغرق في ميه مالحه لقول الحق في حق فرعون مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا آه في الدلاله على انني اعيش حياه كلها نوعا من المعاصي. حلمت انني اصطاد السمك، النقطه دي مهمه الصيد في الرؤيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاد غفل ومن بدا جفا ومن دخل على السلطان افتتن. من راى في رؤياه انه يصطاد سمكا او اي نوع من انواع الصيد هذا دليل قاطع فاصل ده دليل قاطع على انه غافل عن ذكر الله ومنشغل بالامور الدنيويه عن الامور الاخرويه. من راى نفسه انه يعني داخل على السلطان على الملك او الحاكم او ما شابه ذلك دليل على انه يصاب بفتنه في دينه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل في اهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من راى رايه انه يسلم على حاكم ما او سلطان او احد الحكام دلاله على انه يصاب بمصيبه في نفسه او اهله او ماله او ولده لحديث النبي من دخل على السلطان افتتن يعني اصيب بابتلاء في واحدة بعتلنا على صفحة البرنامج حلمت إن أبي المتوفي جوعان وعريان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة إلا على خلقة آدم 49 زرع في السماء وعلى جمال يوسف عليه السلام وعلى سن عيسى بن مريم رضي الله عنه عليه السلام فعيسى رفع ابن 33 ثم يأتي إلى الأرض ويموت ويمكث سبع سنوات ثم يموت ويرفع ويصلى عليه جنازه في سن أربعين فاللي بيشوف شخص عريان وجعان فدلاله على انه يعذب ومن اهل النار وعليه ان يستغفر لوالده حتى يراه في رؤية حسنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه ولد صالح او علم ينتفع به طب الولد الصالح يدعو يقول ايه استغفر الله لابي استغفر الله لابي او بنص القران وقل رب ارحمهما كما رباني صغيره ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعلو الدرجات العلى في الجنه دون عمل عمله في الحياه الدنيا قالوا بما يا رسول الله قال باستغفار ولده له في الحياه الدنيا الحلم الثاني بيقول حلمت اخي متوفي وهو حي أي شخص بيشوف إنسان متوفى حي في الرؤيا دلالة على أنه أخذ أجر شهيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمس يعني الذي يموت ويأخذ أجر شهيد في سبيل الله خمسة غير الشهيد في المعركة المطعون الذي مات بوباء الطاعون والطاعون زي كورونا أي حد مات في مصر بكورونا نسأل الله أن يأخذ أجر شهيد إن شاء الله اثنين المطعون المفطون الذي مات بمرض في بطنه كبد عمليه في البطن او ما شابه ذلك الحرق الذي مات محروقا دون انتحار الغرق الذي مات غريقا دون انتحار الهدم الذي مات في حادثه دون انتحار هؤلاء ياخذون اجر الشهيد ولعل اخ الاخت الفاضله اللي ميت يكون اخذ هذا الاجر ان شاء الله اتفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن افسر حلمي لو سمحت يا اتفضلي فضل. يا استاذه نوره تحت امرك صوتك بس يكون عالي خلاص آه نعم انا حلمت إن اني اول حاجه ان انا جوزي محبوس جوزك محبوس اتفضلي فأنا... آه. فانا حلمت ان هو ايه آه يعني رحت ازوره قال ان هو في السجن رحت ازوره اه تمام فرحت لقيت يعني زي سياده الرئيس كده عامل حفله كبيره خالص خالص تمام فرحت ادور عليه ما لقيتهوش ادور عليه ما لقيتهوش اقول ما حدش شاف وليد هنا ما حدش شاف وليد رحت لقيته نايم الحته وعينيه خضرة كده يعني ولابس ازرق وتعبان خالص خالص اقول له قوم يا وليد مالك تعبان ليه قوم قوم اه قال لي انا تعبان روحي سيبيني امشي تمام امشي يعمل لك ده تمام في لو اني في شبان يعني في سن شباب صغيرين وكذا كده فواحد فيهم شعره واضع وفي واحد فيهم شعره في شعر يعني وكده تمام يا فندم أه نسأل الله يا سيد أه ست مواليد لنا ولك السلامة زوجك يتعرض لابتلاء وفتنة هذه الفتنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بهم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له عن خطاياه فعليه ان يكون راضيا بالقضاء والقدر وما ابتلاه الله به في حياته لانك مصابه بمصيبه فيه. نسال الله لنا ولك العفو والعافيه ان شاء الله. آه في اخ باعت العصا التي كانت معي كسرت كسرت كل العصيان. قال الله تعالى لسيدنا موسى: وما تلك بأمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي. فالعصا في الرؤيا رمز قضاء الحوائج. رمز قضاء الحوائج فاذا كانت عصا الرجل في الرؤيا قويه صلبه دلاله على له ان له قط قوه وسطوه في قضاء الحوائج واذا كانت العصا ضعيفه فدلاله على انه ضعيف في قضاء حوائج نفسه آه في حلم تاني بعد مبعوث الس... في مكالمه اتفضلي يا استاذتنا تفضلي ايوه يا ام كريم ايوه انا كنت حضرتك. إن أنا وجوزي أيوة مع حضرتك علي صوتك يا أم كريم وقولي اتفضلي أيوة بقول لحضرتك أنا حلمت إن أنا وجوزي رحنا في شقة صاحبتي يعني رحنا عند صاحبتي وهو جوزي أصلا يعني يعرف صاحبتي صاحبتك اسمها إيه يا هاني؟ اسمها هبة أه رحت أنت وجوزك للسيدة هبة تزوروها وبعد في شقتها وبعدين؟ وبعدين دخلنا ف... يعني جوزي كان بيتحرك من مكان لمكان في الشقه على اساس ان هو بيتفرج على الشقه كلها. اه. جوزها دخل على فجاه يعني جوزها ما كانش موجود وجي فجاه. امم. بس د... دخل كان يعني جوزي استخبى عشان ما يشوفوش بس هو شاف الشبشب بتاعه بره فكان باين عليه ان هو عارف ان في حد في الشقه. تمام. المهم ان هو طلع مشي من غير ما يشوفه يعني اتخبى وجري من غير ما يشوفه وقعدت انا بس هو جاب ناس كده يعني بعد جاب ناس كان زي بيفكر او حاجه أو حاجه في الارض بتبقى كده حاجة الشخص اللي كان قاعد في السرير على يعني في الاوضه في اخر مكان هو كان قاعد على السرير في اوضه النوم ماشي فظهر فاني. له ان شخص كده قاعد لابس جلابيه في اوضه النوم ماشي يا فندم خلصت كده حضرتك؟ <applause> الحلم ده يا فندم دلالة على أنه هناك أمر ما يسبب لك الشقاء بينك وبين زوجك فالعلاقة النفسية أو الجسدية بينك وبين زوجك غير منضبطة لأنك أنت بتشك فيه أنه هو ربما يكون على علاقة بأخريات والله تعالى أعلى وأعلم في واحد باعت رأيت أسناني تتساقط سقوط السن في الحلم دلالة على أنك تخسر أمرا ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته فكان خسران المعركة وكان الهزيمة وكان الموت فإذا كان الذي سقطت ثناياه أو بعض أسنانه في الرؤية له أحد الأقارب مشرفا على الموت فحيتوفى وإن كان في مشاخ مخاصمة بينه وبين إنسان سيخسرها أو لعله لا يستطيع أخذ قرار في حياته بسبب الضغط النفسي الذي يعيشه هذا الشخص في بعض الناس بعت شفت في الرؤية أنني ألعب قمار رغم انني متدين. آه في ايه في الانجيل بتقول من القلب الشرير تخرج افكار شريره بعض الناس عندها يعني عفوا لا تفعل المعاصي يعني خوفا من الله ولكن عجزا او ضعفا فلعل الشخص يعني نفسه يفعل بعض الامور التي فيها معصيه ولا يستطيع فعل ذلك ولكن ايه يعني ضعف الشخصيه وعدم القدره على المواجهه هو الذي يمنعه. ده بالنسبة لهذا الحلم معنا اتصال السيدة محمد من المملكة العربية السعودية أهلا يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه معي كذا حلم بالله عليك بس ما تكفلش لما أقولك واسمع التليفون استعنت بالله يا فندم أسمع حضرتك بس علي صوتك وخلي كلامك واضح بذكر الأسماء والأشخاص والأماكن اللهم الله وسلم وبارك على محمد أنا حلمت إن أنا لابسه فستان أبيض ما فيش مشكله اذا كانت السيده محمد متزوجه ولابسه فستان ابيض دلاله على ان زوجها رجل طيب ان شاء الله والله تعالى اعلى واعلم وننتظر اتصال السيده ام محمد لانه ربما يكون الخط قطع في عندنا بعض الاحلام رايت انني ارى بعض القاذورات على عضو الذكري النقطه دي مهمه في حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا نشرك بالله ولا نزني ولا نقتل ولا نسرق ولا ناتي ببهتان فسم هذه المعاصي فمن اصاب من هذه المعاصي شيئا من القاذورات فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه فاذا كان الشخص شاف هذه القاذورات على عدوه فلعله يفعل بعض المعاصي التي تخص الزنا أو اللواط نسأل الله العظيم لنا وله المغفرة والستر إن شاء الله في هنا رؤيا شفت نفسي واقفة مع معانا الأستاذة مروة اتصال تفضلي يا هانم أروى الاتصال فصل في واحدة بعت أنا شفت نفسي واقفة مع حسين فهم الممثل أعمل إيه يعني؟ حسين فهمي دي اسمه تفسير لغوي، حسين من الحسن وفهمي لعله ينضج فهمك في أمر من أمور الحياة الدنيا، يعني في شيء معين كان عندك ما كنتيش ما صح وإن شاء الله تشوفيه صح. شفت نفسي أخذ ذكر الرجل في فمي حتى أمنى علي. في ما في مقولة اسمها تفسير اللغوي الشخصية اللي شافت نفسها أن هي تتعاطى ذكر شخص ما بالفم معناها أنها تذكره كثيرا ليس معناه سوء أو ما شابه ذلك ده اسم الذكر من الذكر اسمه تفسير لغوي هاني وفي أخ باعت رأيت دي كان نقرني في عضو الأنثوي مرتين أو, نقر أو آه ثلاث نقرات الديك رمز الرجل الأجنبي فإذا نقر الديك امرأة في فرجها دلالة على أن رجلاً غير زوجها يحاول أن يتحرش بها، نسأل الله لنا ولها العفو والعافية. معانا اتصال؟ عارف. أهلاً يا فندم حضرتك أنا حلمت أنا في أه تمام؟ حلمت إن في واحد في يوم في نار ماسكة فيه من أول رجليه لحد جسمه فوق النار أه مسكت الفيل فيل يا فندم نعم فيل مسك في رجليه وبعد كده آه طلعت على فوق على جسمه على بقيه جسمه فوق تمام النار طبعا. رمز العدو فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعدوا النار واطفئوها فانها عدو لكم فاذا رايت نارا تحرق اذا رايت انسانا تحرقه النار معناه عدوه ينتصر عليه ويتمكن منه في بعض الامور حاولنا نطفي <applause> النار ما ما خلاص لعل عدوه ينتقم منه او يقضي عليه ولا تستطيع اطفاء النار لان لو اطفيت النار تستطيع ابعاده عن عدوه وصل المعنى يا فندم لو طفيت النار او بعتيها او حشتيها معناه ان انت فصلت العدو عن الشخص اما اذا تركت النار له معناها ان هو هو وعدوه يصطفيان في حلم ربما يكون بنفس المعنى الاستاذ باعت انبوبه البوتجاز انفجرت في البيت وولع ولكني لم احرق ربما يكون في فتنه داخل البيت عندكم وهذه الفتنه تسبب المشاكل بين الاخوه والاخوات ولا نستطيع ان ندرك منها شيئا يعني بعد كده في حلم اخر يقول ربما اشوف دائما اشوف اخي ميتا واقوم منزعجا اللي يشوف اخوه اللي على قيد الحياه ميت معناه ان اخوه غافل عن ذكر الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم النوم اخو الموت فمن راى نفسه ميتا وهو على قيد الحياه او شخصا عزيزا عليه ميتا وهو على قيد الحياه دليل قاطع على ان هذا الشخص غافل عن ذكر الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يذكر فيها اسم الله الح... الحلم الثاني شفت النار في الاخره كلها سيدات وشفت الجنه في الاخره ريحانه تهتز وقصر مشيد وانهار تجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فاني اطلعت على اهل النار فوجدت اكثرها النساء آه قلنا بما يا رسول الله قال لان كنا تكثرن اللعنه وتكفرن العشير فالنقطه دي مهمه فعلى السيده الحالمه ان تستغفر الله والا تنكر احسان من احسن اليها لان سمي عدم الاعتراف بالجميل انكار وكفر فقال تكفرن العشير الو ايوه يا في تفضل يا فندم سؤالك او ربما الاتصال انقطع حلمتي انا راجل اقرع او اصلع وحلمتي ان شعر طويل ومش عارف من ايه الشعر ده كله الشعر تفسيره اللغوي يطلق على المشاعر فلعلك انسان عاطفي تحب التحدث بالعاطفه ومشاعرك فياضه كبيره وتسمع للاغاني العاطفيه كثيرا في واحد بيقول حلمت بالامطار والبرق والرعد والثلج وايه لابد حضرتك تحدد انت شفت ايه انما عموما بوجه عام لو حلمت بالامطار الامطار رمز الخير اذا كنت في مازق سوف يرزقك الله الفرج والبرق هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا فلعل امر ما يريك الله به خوفا حتى تخشى عذابه وطمعا في مغفره الله سبحانه وتعالى. والثلج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد فعليك ان تستغفر الله وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليك من بعض الذنوب والمعاصي والرعد دلاله على انك تفعل بعض المنكرات وعليك ان تتذكر ان لله سطوه عند اخذ حقه منك ان شاء الله. في واحد باعت انا احلم بالموت وانني كنت بموت الذي يحلم بانه يموت او روحه بتطلع دلاله على انه غافل عن ذكر الله او ربما هو قليل العباده او ما شابه ذلك في بعض الاخوه بتقول حلمت انني اغسل الملابس او المواعين حكايه غسيل الملابس والمواعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية يعني اللي بيغسل المواعين واللطباء والحلل دلالة رمز على أنه يغسل قلبه من الأحقاد أو ما شبه ذلك وغسيل الملابس دلالة على التطهر من الذنوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في دحاء الاستفتاح اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين آه في واحد باعت حلمت ان الساعه ضايعه مني اذا ضاعت منك الساعه دلاله على ان وقتك سدى لا تستطيع الاستفاده منه وده يجب علينا ان احنا الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك لا ده الوقت اغلى شيء في الوجود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسال عن شباب فيما افناه وعن عمره فيما أفلاه وفيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيجب على المسلم أن يستثمر الوقت استثمارا جيدا إن شاء الله بعض الإخوة الكرام بعض الإخوة الكرام هنا بعتين حلم بيقول أحلم بأنني بمشط شعري وشعري بينزل أمل ماذا أفعل أه حكاية تمشيط الشعر أه معناه أنني بنظم المشاعر الخاصة بي في حياتي أنني أه أما القمل فلعل هناك مشاكل تسبب لك نوعا من التعب والآلام لأن القمل رمز للعذاب سلطه الله سبحانه وتعالى على آل فرعون آه كما ذكر الله سبحانه وتعالى وصلتنا عليهم الضفادع والجرادة والقملة سليم فالقمل رمز العذاب والأشياء التي يعذب الإنسان بها نفسه واحد باعت حلمت أني أؤذن بصوت حسن الأذان معناه أنك تدعو الناس إلى خير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر إلا واستغفر له فأنت تدعو الناس إلى خير غفر الله لنا ولكم آه الثاني شفت البيت حلم آخر حلمت بالفران والحشرات والصراصير كثيرة في بيتي نيجي نشوف إيه معنى هذا الأمر أهلاً يا فندي متفضل اتصال وعليكم وعليكم إيه لو سمحت إيه انا حلمت ان والدتي هي والدتي متوفيه رحمه الله عليها كأ... إيه كانها نايمه جنبي كده على كنبه وانا بلعب لها في شعرها كده إيه بس شعرها ما شاء الله كان تقيل وحلو كده وهي يعني شفت امك في, في سن كام سنه؟ امك <applause> كانت في سن كام سنه؟ امك جات لك في الحلم في سن كام سنه؟ لا كانت في سن وشعرها كان ابيض اصلا لا شعرها جاي جميل وتقيل و... ماشي. وحن وحن. آه. أنا ما كنتش مصدقة إن هي عمالة أقولها هي, هي دي أمي من جمال شعرها وكده بس لقيت آه. فيها أملاية تمام يا فندم عشان أنا من الحتة ديت بس أنا لما جيت أموتها هي قامت تبص يعني هزت نفسها كده أمت تبص لي فما أموتها آه. ومشيت بس لما الامله اتحركت بقت عاملة زي الورقة وحاجة ما بقتش أملاية يعني تمام يا فندم أولًا قال رسول الله لا تدخلون الجنة إلا على سن يوسف وخلقة آدم وجمال يوسف وسن عيسى فعشان والدتك تكون في الجنة تكون من 33 ل 40 فأمك تحتاج إلى الاستغفار وهي تعذب على بعض الأمور الخاصة يعلمها الله خاصة بمشاعرها فعليك أن تستغفري لأن في هذه الرؤيا إنذار لك من الله أن تستغفري لأمك لقول الحق سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولحديث إبراهيم عليه السلام عندما قال لوالده سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية فكل يوم تقولي أستغفر الله لأمي حتى تريها في رؤية حسنة غفر الله لنا ولك والله تعالى أعلى وأعلم آه في واحدة ست بعت حلمت إن الشقة بتاعتي كلها فيران وحشرات وصراصير الفران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقتل الفويثقة فالفأر رمز الشيء الفاسق فقال رسول الله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب فلعله بعض الناس الفسق في البيت ينقلون الكلام فيما بينكم مع بعضكم البعض بقصد الوقيعة والآخر حلم حلمت لني حامل وأحلم بأنني آكل تمر السيدة اللي بتقول إنني أنا حامل وباكل تمر لا بد أنها ستنجب ولدا إن شاء الله لأن الله سبحانه وتعالى قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة ساقت رطبا جنيا فإذا كنت حامل وأكلت تمرا في الرؤية دليل على أن الله سيرزقك إن شاء الله بمولود ذكر والله تعالى أعلى وأعلم اهلا يا ام عمر اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك آه انا باجي كتير يحصل لي ان انا اشوف حاجه على هيئه ان انا ممكن يعني مثلا لو اشوف حاجه احس ان الحاجه دي عفريت اللي بيحركها بس انا مش بشوف اله... تمام مش بشوف الجن او العفريت ده بحس ان انا ان يعني الحاجه دي هو الجن او العفريت اللي بيحركها تمام وافضل وأ... استغفر وانا نايمه اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه... وبحس ان انا مش قادره اقولها واقوم مفزوعه من النوم على ان انا افضل اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقوم مفزوعه جدا طب يا اختي الفاضله بي... يا اختي الفاضله عليك قبل ما تنامي بتنفضي السرير كما قلنا في اول الحلقه بضرب ثلاث مرات واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا اية الكرسي في يدي لان ما تفعليه هذا اسمه جاثوم ياتيك بسبب ان انت بتنامي على شيطان فكل ما اطلبه منك بتضربي على السرير ثلاث مرات وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقراي الفاتحه او المعوذات لن يتكرر هذا ابدا بشرط بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفض السرير ثلاث مرات واقرا آية الكرسي في يدي وامسح بها جسدي ده بيجي في اول خمس دقائق في الحلم لاي انسان على وجه الكره الارضيه او اول عشر دقائق في النوم اول النوم ما بيجيش في اخره ولا في منتصف وبيكون عندك في الاول فقط تمام يا هاني فالمطلوب من شخصك الكريم <applause> حتنفض السرير وتقرا اية الكرسي او المعوذات بس اي سؤال اخر؟ أه حضرتك جيت مره حرمت برضو ان انا إيه ان انا واقفه وشايفه ان في زي زي حرب او حاجه ان في اسرائيل بتضرب في فلسطين وجي نزل عليا طياره نزلت ان واحد رايح يحارب مع فلسطين فنازل بيطلع فلوس زي صدقه كده يقول دي على روحي عشان هو رايح يحارب معاهم. تمام. فجاء عليا راح جاي مديني فلوس كتير قوي وقال لي طلعي طلعي دي على روحي. يعني هو فرق على نفسي دي كتير وجه عليا تاني بقيت الفلوس وقال لي طلعي الفلوس دي على روحي كلها. فانا مش عارفه معنى حلمي ده ايه في الفترة الأخيرة الناس انشغلت بما حدث في غزة وأحداثها وأغلب الناس كان عندها حب الجهاد في سبيل الله. وكما يعني فعلت مصر الواجب مع أهلنا في غزة ما حدث هو حديث النفس تجاه حضرتك أو تجاه الشخص اللي شاف نفسه أنه راح يجاهد في سبيل الله بني إسرائيل أو إسرائيل المغتصبة وهذا أمر محمود يدل على أن نفسه تحدثه بالخير غفر الله لنا وله نختم اولا بان نسال الله العلي القدير ان يغفر ذنوبنا ويرحمنا ويغفر والدينا ونتمنى أن تكون الحلقه ان شاء الله نالت اعجابكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته